أستاذ سعيد، السياسات الأمريكية تجاه هذه الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، خاصة فيما يتعلق بالعودة المحتملة للاتفاق النووي، هل نلحظ نهجا أمريكيا جديدا في سياسة التفاوض مع طهران؟ هل هناك تدفع بالوساطة الفرنسية على سبيل المثال، تدفع بالجانب الأوروبي لإقناع طهران بالعودة، أم لدى واشنطن خيارات مفتوحة غير العودة للاتفاق؟ شكرا، شكرا لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. بكل تأكيد الولايات المتحدة هي القوة الأولى في العالم، ولديها خيارات دائما موجودة، لكن ما هو في مصلحتها الاستراتيجية؟ هي تعتبر وسياستها يعتبرون والخبراء أيضا يعتبرون أن من مصلحة الولايات المتحدة العودة إلى هذا الاتفاق النووي. وكما ذكر ضيفك الكريم، هذا الاتفاق الذي أنجز عام 2015 تحت إدارة بايدن، لأنه كان نائب رئيس عندئذ، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد شقاء وبعد بحث كافة القضايا وكل التفاصيل، وأنا أتذكر تماما فقد غطيته بشكل كبير عندئذ. هذه المفاوضات تناولت كل الأمور وضمنت، وهذه النقطة الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة، وضمنت أن إيران لن تتمكن من امتلاك قنبلة نووية. إذا ما عدنا إلى هذا الاتفاق ورأينا حقيقة ماذا جرى منذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة، رأينا أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق، رأينا أن الولايات المتحدة هي التي عادت وفرضت عقوبات مجحفة على إيران دون مبرر، رأينا وكالة الطاقة النووية العالمية تؤكد باستمرار أن إيران ملتزمة حتى انسحبت في فترة ترامب الأخيرة، في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب، نرى كل ذلك. فإذا الملتزم هو إيران، والذي انسحب هي الولايات المتحدة، وهذا ما تسعى للقيام به حاليا. ولكن أستاذ سعيد، هذا الجمود الطويل في المفاوضات، 6 جولات بأت بالفشل، تنصيب إبراهيم رئيسي وتغير الإدارة الإيرانية، إدارة غير إدارة متشددة أو محافظة غير إدارة السابقة الرئيس حسن روحاني، أيضا الهجمات الأخيرة على السفن في الخليج، هل يدفع ذلك واشنطن ربما إلى خفض سقف توقعاتها من مفاوضات فيينا؟ بكل تأكيد الولايات المتحدة تصر باستمرار أنها تفصل بين الأمور. يعني الأسبوع الماضي أنا وجهت هذا السؤال إلى الناطق باسم الخارجية، ماذا سيكون موقفكم؟ وقال بكل صراحة أن نحن ننظر إلى العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بشكل منفصل أو بشكل مستقل عن المسائل الأخرى التي بالنسبة لنا تشكل أهمية كبرى، مثل الصواريخ البالستية، مثل ما يسمى بالعبث الإيراني في المنطقة والتدخل في شؤون المنطقة. حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة، وهذا ما تطالب به إيران منذ البداية، وبالتالي هل رضخ الجانب الأمريكي للمطالب الإيرانية في هذه النقطة؟ دعنا نقول أن الولايات المتحدة تعي تماما أن الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 هو اتفاق صارم جدا بالنسبة لإيران، ويمنع ويحرم إيران من التوصل إلى قنبلة نووية. هناك الحديث عن 6 أسابيع أو 7 أسابيع في تقديري أمام الولايات المتحدة ليس متسع، ليس فضاء واسع بالنسبة للعودة إلى هذا الاتفاق. ربما هناك نقاط بسيطة جدا تستطيع إيران أن تقدم تنازل، المزيد من التنازلات عليها، ما يسمى ببند الغروب، بمعنى بدلا من 15 عاما يمدده إلى 25 عاما. لكن حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية تتحدث بإيجابية وبجدية عن العودة إلى الاتفاق، علما بأنها تقول باستمرار أن التزامنا بالعودة إلى الاتفاق ليس دون، أو صبرنا في هذا الاتجاه. نعم، ربما ما تذكره سيد عريقات، الصحافة الإسرائيلية تسوق لشيء يختلف عنه.